وصلنا لفكرة أن ندمج اللاعبين العرب مع نادي ميمار سنان سبور، يصير الأكاديمية نادي ميمار سنان سبور تحت إشراف، هي أكاديمية تركية ونحن العرب تحت إشراف نادي ميمار سنان سبور، يعني لكي اللاعب العربي بشكل عام يظهر موهبته. عندنا كتير لاعبين عرب، في كتير مواهب من اللاعبين العرب، لكن يعني ما تقول مواهب مدفونة. نحن نحاول نلفت الأنظار أنه نحن عندنا مواهب، عندنا مستويات، بس بدنا اهتمام. يعني نحن هدفنا بشكل عام الاكاديميات انه طلعوا يا فرق يا انديه، نحن عندنا لاعبين، عندنا مستويات، بس بدهم فرصه. ويعني نسوي مثل ما تقول مجموعه متكامله من ناحيه الاعلام، من ناحيه التسويق، من ناحيه التدريبات، يعني كله تكون ان شاء الله تعالى بنظام احترافي متطور وحديث يساعد اللاعب ويسهل له امور الاحتراف في الانديه التركيه. يلا بس خلص، بس اجي يسار، طلع لي هوب 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 يسار، بس طاقه طبعا. نحن طبيعه شغلنا هلا من جديد بلشنا انه نشوف المواهب السوريه والعرب عن طريق الاكاديميات، وفي كذا اكاديميه هلا نحن صرنا نرعى كذا اكاديميه ونفرض عليهم شروط، انه مو اي لاعب انه ما عرفان يلعب فوتبول انه نزلوه الاكاديميه او هيك. نحن بدنا اكاديميات على مستوى عالي حتى نقيمنا لعيبه للانديه التركيه وللانديه الخليجيه ولل احتراف بشكل عام. يعني نحن بلشنا نعمل معسكرات لحتى نكتشف فيها اللعيبة المواهب من لعيبة العرب والأفارقة. همنا نحن الأول والأخير إنه نسوق أكثر عدد من اللاعبين، ومثلا ينجح اللاعب عن طريق شركتنا، طبعا هذا بيكون فخر كبير لنا. زي الأرض زي الأرض زين همدك بعيد عنه رفيع، ناوي عليكم على العشر على الأول.